معايا توا عايشة الديواني، سمعت بيك، كلموني حقوق الإنسان الحقيقة، قالوا لي إن أنت في إضراب جوع. اي انا في علاش؟ اضراب شو عندي 9 ايام توا واضراب مفتوح. وبالمناسبه هذه خد نشكر السيد مدير المستشفى المحلي بحافوظ، رديت منه كل الرعايه اللازمه وخصصت لجنه طبيه باش تراقب صحتي. ودخلنا في اضراب جوع عندي 9 ايام، هذا اضراب مفتوح معليش. على التشغيل، انا صحتي شاده عليا، فهمتني؟ ايه انت ترى انه حل، انه يعني تعرف اضراب جوع كذا، انسان تم وعده بحاجه ثم وقع التخلي عليه. انت وقع وعدك بحاجه؟ دي موقع وعدي بحد شيء. انسانة في شكون المعارضات قابلته؟ قابلت قابلت المعتمد. شكون قابلت؟ ايه معتمد. شنو انت خدمتش حسب الاليات ولا حاجه قبل؟ لا ما خدمتش الاليات، خدمت كانت الهيئه المستقله العليا لاتحاد المجلس التاسيسي 4 شهور. والهيئة العليا تو تم الخدمة فيها وفات والله. معاها الأستاذ كمال الجندوبي قدم معناها للممثل المجلس التأسيسي، قدم لهم معناها لابور بتاع الخدمة كاملة اللي خدمناها، وقدم لرئيس الحكومة. ما عرفش شنو جديد ولا شنو، ما نعرفش معناها. تعرف ولا لا؟ معناها انت قديش لك الخرجة؟ انا من 2009. من 2009. زهرة، وانا عامل قبل ما نعمل تقليصيني في اللوجستيك، عملت قريت في دير البيت 3 سنين، فهمتني؟ من 2002 حتى 2005. ما عندك زوج؟ ما تمشي لا عندي كنتي، ما تمشي حد باش نكمل المتريز، على خاطر مثلا باش تضايقات كنت انا مش متحد لعمل تونس، فهمتني؟ وقال لي شوية ضغوطات وليت مشيت على روحي وفي تقريت في كول أخرى، فهمتني؟ عملت تقني في تقني ثاني في اللوجستيك. قديش عمرك قلت لي؟ 35 ans. 35 ans.